بهذا اليوم المبارك، بعيد الوطن والعالم بعيد الفطر السعيد. فكنت اليوم حابب باسم غبطة البطريرك، بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، باسم كل الإكليروس والشعب، إنه نرفع أصدق آيات التهنئة والتبريك لجلالة ملكنا المعظم بمناسبة عيد الفطر السعيد، لجلالة الملكة، لسمو ولي العهد، لأعضاء الأسرة الهاشمية المباركة وأبناء العائلة الأردنية الواحدة، متمنيين من ربنا إنه يعطي الخير والنعمة والبركة للعالم بأكمله ولكل بيت من بيوت الوطن. ربنا يعيد هاي المناسبة والكل بخير. بحب بهاي المناسبة إنه أعايد دولة رئيس الحكومة، الفريق الوزاري، وبالأخص وزارة الصحة والفريق والكوادر الطبية، الأطباء الممرضين والممرضات، وأخص كمان جيشنا العربي الباسل، قوات الأمن. نرفع إليهم أسمى آيات المباركة بحلول عيد الفطر، ونتمنى لهم عيد مبارك كل سنة وإنتوا سالمين، لأنكم إنتوا كنتوا بالخط الأول، ما زلتوا بالخط الأول بهاي المعركة ضد الوباء، ونحن واثقين إنه نعمة ربنا هي معنا، لأنه بلادنا هي البلاد المقدسة، وبالتالي ربنا حامي بلادنا. انتوا ربنا يبارككم ويعطيكم الصحة والقوة حتى تستمركوا بعملكم المميز في خدمة الأردن وأبنائه والبشرية بأكملها. كل سنة وانتوا سالمين. وبدي أنتهز كمان هاي المناسبة، بعد أيام منحتفل بعيد الاستقلال، عيد استقلال الوطن، أردننا الحبيب اللي فيه كمان من عايد جلالة سيدنا الملك وكل الأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة، بهاي المناسبة المباركة العزيزة المجيدة اللي فيها نستذكر بكل فخر واعتزاز كل المواقف، مواقف الهاشميين، مواقف العروبة، مواقف الأخوة والعيش المشترك، كل مواقف اللي فيها منجدد التفافنا حول قيادة جلالة سيدنا الملك المعظم، اللي نطلب من ربنا إنه يعطي الصحة والقوة حتى يستمر بقيادة بلدنا الحبيب الأردن للنمو وللإزدهار ولمزيد من الخير والعطاء. ربنا يحمي الجميع، وكل سنة وأنتم سالمين.